تواصل انطلاقات الفطامين في ميدان سيف العرب بإشراف نادي دبي لسباقات الهجن في هذه الانطلاقات وهذه التحديات، وأشواط الصعوب تستمر، وثالث أشواط الصعوب والسابع عشر في مجموع الأشواط. ينطلق حامل البكار الفطامين، الشاهينية تتقدم من سالم بن علي بن سالم السبوسي على مقدمة الشوط، وتلاحقها الشاهينية لعبد الله بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث هذه سهم لراشد بن سعيد بن غافان اليابري على المركز الثالث، بينما المركز الرابع هناك ما تحمل أي رقم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الشاهينية لمصبح بن طالب بن علي المحرمي على المركز الخامس. هذه النتيجة للمراكز الأولى، هذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة. نسير مع المركز الأول، هذه مذيار، هذه مذيار على المقدمة على المركز الأول تسيطر، وهي رقم ستة لخادم بن سالم بن علي العويسي إذا صح الكلام، هناك تسيطر مسيطرة مذيار، مسيطرة مذيار على المركز الأول، خادم بن سالم بن علي العويسي أبو سالم روح، لكن التغيير غيرت ملامح راشد بن سعيد بن محمد الراشدي، غيرت إلى مقدمة الشوط وتدخلت سرابة لسيف بن طويرش الكتبي. يا سلام لسيف بن طويرش من اسماعيل الكتبي، غيرت الى مقدمة الشوط، غيرت الى المركز الاول. اشكرك سرابة سيف بن طويرش بن اسماعيل الكتبي على المركز الاول، انتزعت ناموس هذا الشوط. ملامح في المركز الثاني لراشد بن سعيد بن محمد الراشدي، والمركز الثالث رقم 14 الثالث الشاهينية العتيبة بن سالم النايلي. هذه النتيجة، التوقيت الزمني نعود له في هذا المسار، دقيقة 51 ثانية. تهانينا والناموس.